السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقه جديده من الفيديو ديال سبورس مهمة. في هذه الحلقه غادي نشوفوا واحد الطريقه باش نرجعوا الصباغه ديال الطوموبيل. يعني بعد ما كتكون الطوموبيل على كاروسيه ديالها فيها شي جريحات، ولكن كتكون داك الجريحات عميقه شويه، كننصحوا الناس اللي بغاو يقوموا بهذه الطريقه هذه باش يصوبوا داك الضريبات ديال الطوموبيل، انهم يديروا داك النظر ديال لي سيكوريتي، ويكون عندهم ليغات، ويكون عندهم داك لي ماسك انتي بوسير، يعني مضادين للغبره، باش يكون يحميو نفسهم. كيف ما كتشوفوا في الصوره كيبانوا لنا هاد الضريبات ديال الطوموبيل، بزاف اللي كيوقعوا منهم هاد المشاكل هادي. يعني غادي نشوفوا واحد الطريقه كيفاش غادي نقادوا هاد الضريبات باش الطوموبيل ترجع تلقى داك اللمعان ديالها والصباغه تكون نقيه مزيان. اول حاجه خصنا نديرو هو اننا نغسلو الطوموبيل مزيان بالماء والصابون، نغسلوها مزيان ومن بعد نشفوها مزيان، يعني ما تبقاش فيها شي قطرات ديال الماء ولا يكونوا فيها شي حبيبات ديال الكودرون ولا شي حاجه اللي كيكونوا لاصقين. يعني داك المنطقه اللي خصنا نصوبوها تكون نقيه 100%. المرحله الثانيه هي اننا كنغطيو داك الاماكن المجاوره لداك الضربه باش ما كتقيساش الصباغه وما كيقيساش داك المواد الاخرى اللي غادي نستعملوا. من بعد كنديروا العمليه ديال البونساج، يعني داك كيكونوا داك لي ماشين داك لي بونسوز كيتباعوا عند صاحب الماتيريال دو بريكولاج، والا داك الكارط الحرش اللي كيكون راه كيكونوا لي نيفو ديالو، كنبقاو نحكو مزيان داك لابارتي حتى كتولي واحد المنطقه مستويه. من بعد كنضفوها بواحد المنديل ناشف، كنضفوها مزيان. من بعد كناخذ واحد البلاكه بحال ديال الحديد ولا الطرف ديال 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 لاكاروسري ولا شي حاجه، وكنخلطوا فيه واحد الكميه ديال داك الماستيك ديال الفينيسيون هو والديورسيسور. من بعد بواحد الملاسه ولا داك لاسباتول كيف ما كتشوفوا في الصور هنا، كنبقاو ندوزو على داك لابارتي بداك الماستيك والديورسيسور، كنبقاو ندوزو عليه مزيان حتى كي حتى هو كيولي واحد فواحد الحاله مستويه مع داك الضربه. كنخليو هاد الديورسيسور والماستيك ينشف من 15 حتى 30 دقيقه، ومن بعد كنعاودو داك العمليه ديال الحكان بلا بونسوز ولا بداك الكاريط الحرش ديال 180، كنقومو مره اخرى بالمسح ديال داك المنطقه، كنمسحوه مزيان بواحد المنديل ناشف. من بعد كناخدو داك ما يسمى البرايمر ديال السطح، يعني داك لابخي كنستعملوه ثلاثة ديال لي كوش، يعني ما بين شاك كوش كتكون عندنا 15 دقيقة، يعني ولكن خصنا نكونو نطبقوه على واحد المسافة ديال 15 سنتيمتر على داك البلاصة. ملي كنكملو هاد العملية ديال لابخي كنخليو الطوموبيل تنشف، داك لابارتي تنشف لمدة ديال 8 ساعات. من بعد 8 ساعات كنعاودو العملية ديال البونساج، يعني بداك الكاريط الحرش، ولكن هاد المرة كيكون الكراد 400 ماشي 180 كيف ما شفنا، وكنحاولوا بأن الجناب ديال داك الضربة اللي كنصوبو ما يبقاش فيهم شي فقاعات، يعني نتأكدوا بأن المكان مسطح 100%. ومن بعد كنمسحو عاوتاني بواحد الطرف ديال التوب نقي. من بعد هاد العملية غادي نغطيو الجناب كلهم ديال البلاصة دي فين كاينة الضربة، خصنا نغطيوهم حيت غادي ندوزو للمرحلة دابا ديال الصباغة. ملي كنغطيو داك الاماكن كنرجعو لداك الضربه وكنغسلوها مزيان، يعني كناخذ واحد الطرف ديال الثوب الميكروفيبر كنفزقوه شويه باش يكون شويه مبلل، وكندوزو مزيان على داك لابارتي. من بعد العمليه ديال التنظيف كناخذ داك الصباغه اللي كتكون موافقه للون ديال الطوموبيل، وعلى مسافه ديال 10 سنتيمتر كنبداو نرشو. من بعد لابليكاسيون ديال الصباغه كنخليو الطوموبيل تنشف واحد داك المنطقه تنشف واحد 15 دقيقه ولا 20 دقيقه. ومن بعد كنستعملو داك لو فيرني، راه كيتباع حتى هو في الاسواق الممتازه ولا كيكون عند صحاب البريكولاج. من بعد هاد الفيرني كنخليو عاوتاني الطوموبيل واحد 15 دقيقه، ومن بعد كنابليكيو داك السولفون ديال البيزوطاج. وبهاد الطريقه كنكونوا كيف ما كتشوفوا في الصوره صوبنا الضريبات ديال الطوموبيل بواحد الطريقه اللي كنكونوا بلا ما نبقاو نموبيليزيو الطوموبيل عند الكاروسيه، يعني ضريبات صغيره يمكننا حنا الانسان نبريكوليو نفوسنا نصوبوا الطوموبيل. نتمنى هذا الفيديو تنال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش تتابعونا على سبورس بويما. نتلاقاو في حلقه مقبله ان شاء الله. السلام عليكم.